ألف مبروك يا أستاذ عبد الرحمن. احكي. هو أول ما بشرني طبعا كان مدير مدرستي، مدرسة سن بني سويف، مستر عصام. هو مستر عصام بلغني يعني الحمد لله إن أنا كنت الأول وهكذا، وقال لي إن أنا موبايلي كان غير متاح لسيادة وكيل الوزارة، إن هو كان وكيل الوزارة في مديرية بني سويف، إن هو كان بيتصل عليا يعني بس غير متاح وهكذا. المهم إن أنا عرفت الحمد لله، وطبعا الفضل لله في المقابل. عارف في حاجات كتير. اول حاجه في طريقه الدخول، متطلبات الدخول، في انت طبعا ساكن داخلي جوه، في نظام التعليم القائم على المشاريع. احنا عندنا مشروع الكبستونه، من الناس للاسف بدات نوعا ما تهمله، بس انا بجد اؤكد ان احنا ده اهم حاجه في ستيم، ده اكثر حاجه هتعلمك حتى لو ما كانش عليه درجات كتيره في سنه ثالثه، بس لازم تاخد حاجه انك دي حاجه عليك لازم تعملها بافضل صوره تقدر عليها. من الاوائل يعني اللي هو مثلا اللي هو بلاش بقى من الاوائل اكيد ما اعتقدش ان في حد متوقع، عشان طبعا هي حاجه يعني نوع ما هي في المقام الاول والاخير انها منافسه رهيبه جدا ما بين 1000 واحد مثلا في علم علوم، وكلهم الحمد لله يعني كلهم ناس متفوقين، ويعني والحمد لله ان احنا مصر عندها ناس زي كده وبتفكر بالعقليه ديت. انا متاكد ان فيها ناس كتيره جدا، يعني احنا كلنا فينا ناس كتيره بتركز على التعليم وعلى انها عايزه تبقى حاجه كويسه وتنفع بلدها وهكذا. بس فهي كانت منافسه، بس طبعا انا متاكد ان احنا معظمنا او قدر كبير جدا مننا ما كانش مركز اكتر ان هو ينافس او ان هو انه يحصل كم علمي خالص الا للضروره. ما بتحبوش؟ ما بحبوش عشان هو بجد انا قفلت منه حتى في الاجازة بتاعتي، مش بفتحه، مش مكان كويس اصلا. الحاجه الثانيه ان هو في حاجه انا بسميها الدوامه بتاعته. انت دخلت مثلا هتاخد راحه ما بين المذاكره 10 دقائق مثلا، ال 10 دقائق دي تفتح فيس خلاص انت خدت راحه ساعتين، وساعتين بقى ممكن تقول ساعتين تاني وتروح تنام ومش عارف ايه واليوم كله يضيع. فعشان كده بنقول ان الراحه الحلوه تكون مثلا راحه تقعد مع اهلك، كان اسرتك حاجه دعم وهكذا، تديك طاقه ايجابيه ودفعه ايجابيه لقدام. يعني مطاطك كان احيانا يعني نفسك تدخل ايه، وانت كنت يعني بتفضل كليه ايه؟ طبعا هي كليه الطب اكيد حلم اي طالب مصري جايب مجموع، فهي ان شاء الله هتبقى منها كويسه، ونسال الله يعني ان احنا نكون لو ربنا قدرها ان احنا نكون يعني مثال كويس لطبيب مثلا، ان هو بيراعي الناس وهكذا ومش بياكل الناس. ماشي. المذاكره كساعات دي مش حاجه ثابته اطلاقا. في المشروع بتاعي كان بياخد وقت، انا مره اشتغلت في 3 ايام في المدرسه 30 ساعه على ان انا مجرد اعمل حاجه في المشروع اللي هو الناس شايفه ان هو مش عليه درجات، يعني هو مجرد عليه 20% بس من درجتي، بس انا كنت شايف ان هو حاجه تاسك عليا يعني المفروض اعملها. فانا قعدت فيه 30 ساعه اللي هي في يعني عاده الواحد مثلا هيقول ليه هنشتغل مثلا اعمل كذا، وده كان مجرد في سطر واحد في برمجه، يعني عشان بس الناس تاخد بالها ان احنا اقضي وقتك في مشروعك في اللي عليك. ده مثلا في المدرسه بيبقى وقت المذاكره قليل، انا كان في ايام بذاكر فيها مثلا 3 ساعات 4 ساعات، ممكن ايام ما ذاكرش فيها خالص، ايام المدرسه الضغط وهكذا في المشروع، ايام المناقشه المشروع. عاده بقى في البيت في الايام العاديه المذاكره بتتراوح ما بين 6 و8 ساعات.